أيضا النهاردة ناقشت جلسات الحوار الوطني واحدة من أهم القضايا داخل المحور المجتمعي، وهي تشخيص الحالة السكانية في مصر انطلاقا من أنه الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التي تقضي على ثمار أي إنجازات لخطط التنمية أو حتى جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة اللي هي بتستهدف طبعا تغيير واقع المصريين إلى الأفضل. هنتكلم عن هذا الملف بشكل كبير جدا بشكل موسع، لأنه قضية الزيادة السكانية ترتبط تقريبا بكل حاجة، ترتبط بكل الملفات بكل المحاور، مع ضيفي دكتور عاطف الشيطاني المقرر السابق للمجلس القومي للسكان. برحب بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. القضية السكانية هي لا تؤثر فقط على التعليم، واحنا يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التعليم قبل الجامعي، ودي كانت من ضمن المناقشات النهارده. تؤثر على التعليم، تؤثر على الاقتصاد، عبء كبير جدا على الحكومه، عبء على الدوله. يعني خرجتوا بايه النهارده؟ المناقشات النهارده طلعتوا بايه؟ هو اعتقد ان يعني هي خطوه اتاخرت كثيرا بالنسبه للحوار الوطني، لان هو وفر كثير من الجهد. لما الخبراء بيقعدوا مع بعض، لما بيبقى برضو جمهور، على فكرة إذاعة الحلقات أو إذاعة الحوار ده على التلفزيون برضو فرصة جيدة للناس إنها تعرف إيه اللي بيدور داخل الغرف المغلقة. أهم ناتج بالنسبة لي هي الرؤية، بداية الطريق لتشكيل رؤية بالضبط، أو بالبلدي كده الناس تفهمها، هو إحنا عايزين إيه؟ عايزين نوصل لإيه؟ الحكومة عايزة توصل لإيه؟ لأن في ناس ساعات بتبقى مرتبطة بالعدد فقط. مشكلة ان الناس دايما بتفهم، في بعض الفئات بتفهم ان تنظيم الاسرة هو الاقلال من عدد السكان فقط، هو وده مهم ما نقدرش ننكره، انما تحويل القوى البشرية الى قوى منتجة لا يقل اهمية. يعني حتى العدد لو انا سيطرت عليه، لابد من العدد المتبقي من المجتمع، العدد المستقر لابد ان يكون قادر على الانتاج علشان نقدر نحسن سبل الحياة للجميع. دي نقطة مهمة، لأنه يمكن يا دكتور عاطف البعض بينظر إلى هذه القوى البشرية أو أنه يعني هذا الرأس المال ممكن يكون ثروة، والبعض الآخر ليه وجهة نظر أنه هو ممكن يكون عبء. لكن في الوضع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، هو يعني عايزين نستغله، نحوله من عبء لثروة بشرية نقدر أن احنا نستغلها في الإنتاج. فنعمل ايه علشان نقدر ان احنا نخطو هذه الخطوه؟ هو دلوقتي الـ علشان نقدر نحول الثروه البشريه، ودي جدليه الناس دايما بتتكلم فيها دلوقتي، صحيح. ويضربوا المثل بالصين ويضربوا المثل صحيح. بحاجات تانية. انما هو ما حدش يقدر ينكر، اصل دي مسلمات اصبحت في العالم. يعني في حاجات، يعني هي التنميه البشريه هي جزء لا يتجزا من يعني من القضيه السكانيه، هو حل سحري للتنمية السكانية للقضية السكانية. من المهم برضو نعرف ان احنا واحنا بنفكر مهم جدا تشخيص الحالة، يعني لازم نعرف ان القضية السكانية قضية مركبة ومعقدة ومزمنة على مر السنين. انا ما اقدرش ان انا اوصفها دلوقتي بجلسة واحدة واعرف المشكلة. احنا في مصر دلوقتي بقينا خبرة، احنا عارفين كويس جدا ايه اللي احنا عايزينه، عارفين كويس جدا ان المشكلة موجودة في الرغبة في الإنجاب في بعض شرائح المجتمع، الرغبة في الإنجاب. المجتمع العزوة بقى هي بتتراوح، وبعدين والولد عايزين نقول ان احنا دلوقتي احنا ما عادش بقى هي آراء شخصية. يعني ميزة ان الحوار الوطني بدأ بعد إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، فأصبحت هناك أرقام وإحصائيات نقدر نحدد المسار ونقدر نحدد المشاكل. يعني أنا كمثال عندي نقول الاحتياجات، ودي حاجات من اللي أثيرت النهارده، احتياجات الغير ملبى. غير ملبى يعني ايه؟ يعني هناك شريحة عريضة من السيدات في مصر لا يرغبن في إنجاب مزيد من الأطفال، ورغم ذلك لا يستخدمن وسائل منع الحمل. معناها ايه؟ معناها معرضات لحدوث حمل غير مرغوب فيه وغير مخطط له. كام هم؟ 14% من السيدات، وفي 66 بيستخدموا. يعني 66 بيستخدموا فعلا، وفي 14% نفسهم يستخدموا. لما نضيفهم الاثنين على بعض يبقى 80%. انا لو قدرت البي احتياجات السيدات دول ووصلت بمعدل استخدام ل 80%، انا حليت جزء كبير جدا من المشكله. طب هو ليه مش قادر الفتره اللي فاتت؟ ايه اللي حصل عشان السيدات يبقوا عايزين وسائل تنظيم الوصل مش لاقينها؟ علاقه متعلقه بالجوده.
اللي بيقدم خدمات تنظيم الأسرة في مصر هم 3 قطاعات، القطاع الحكومي وده عنده الوسائل مجانية والخدمات مجانية، وعنده عيادات أكتر من 5000 عيادة على مستوى الجمهورية، وعنده عيادات متنقلة. في المقابل عندي القطاع الخاص، في عندي عيادات خاصة وعندي صيدليات خاصة، واحنا عارفين كويس جدا، وطبعا لابد من ذكر الجامعات الأهلية، عيادات تابعة للجامعات الأهلية هي برضو بتعتبر مورد من موارد خدمات تنظيم الأسرة. طب هو إيه المشكلة؟ المشكلة طبعا ان احنا عارفين ان القطاع الحكومي بيقدمه مجاني والقطاع الخاص بيقدمه باسعار متفاوتة، يعني في مشكلة في القطاع الخاص ان انا مش قادر اسيطر عليه. كان معايا الاسبوع اللي فات المتحدث باسم وزارة الصحة وقال لي احنا هنبدا كمان ندخل على القطاع الخاص، ان احنا هنبدا نوفر وسائل تنظيم الأسرة في القطاع الخاص، فده يعني هو كان بيأكد لنا ان هي موجودة وبجودة جيدة جدا وهنبدا نشتغل على وندخل على القطاع. هو انا طبعا مع احترامي للجميع، انا دايما في اسلوبي دايما بلجا يعني احاول بقدر الامكان يكون منهج. وزاره الصحه بتلعب دور خطير ومهم جدا في تقديم الخدمه، انما من المهم جدا ذكر ان لابد من تطبيق الجوده على القطاع الخاص والقطاع الحكومي. الجوده يعني ايه؟ يعني السيده من حقها المشوره، من حقها انها تسمع كل المعلومات المهمه الخاصه بالوسائل، من حقها انها تتكلم مع الدكتور او الممرضه في خصوصيه، من حقها كل شيء، من حقها انها تاخد قرار وتشارك في اتخاذ القرار ايه الوسيله المناسبه. ده مش راي شخصي، ده العلم اللي موجود. طب احنا عندنا مشكله في الجوده، لازم نعالج المشكله في الجوده. حوار وطني كان فيه صراحه وفي وجهات نظر معقوله وفي قوه، وانا اعتقد ان هم في الاخر يعني يمكن ما بحبش توصيات لان انا قضيت عمري كلها بسمع توصيات، هي اجراءات تنفيذيه متفق عليها، هو يكفي الوقت اللي فات. احنا عندنا برنامج له سمعه جيده على مستوى العالم، على فكره العالم بيراقب مصر وبيستغرب هي ازاي تحولت من نموذج كان مزار لكل الدول العالم، نظر الخبراء كان بيجي يتفرجوا على تجربه مصر في التسعينات. كانت مصر دي يعني نقول رائده في افريقيا، وكانت بتبعت يعني بترسل المبعوثين لها في دول افريقيا علشان تعلم الدول الافريقيه. في لحظه من اللحظات فقدنا التركيز والسيطره على البرنامج، هي قياده البرنامج. دلوقتي احنا استعدينا برضه لازم الذكر جدير بالذكر ان انا اقول ان من 2014 هو بدا معدل مواليد يتناقص. هو لا يتناقص بنقول بالكم المطلوب اللي الدولة تأمله، إنما هو بيتناقص. يعني إحنا محتاجين في الفترة الحالية إن إحنا نكثف الجهود ونتحرك ناحية الاتجاهات أو المسارات السليمة. في نقطة مهمة قبل ما نروح للنقطة المهمة، بينضم إلينا الآن دكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني. برحب بك يا فندم. يا اهلا بحضرتك يا فندم. كنت معانا الاسبوع اللي فات تقريبا، وساعتها قلت لي انه القضيه السكانيه هي زيها زي الارهاب في الدمار والخراب، وانه هي قضيه امن قومي، لابد ان احنا نلاقي حلول غير تقليديه، حلول خارج الصندوق علشان نقدر ان احنا نحد من هذه الازمه. النهارده النقاش داخل هذه اللجنه، لجنه القضيه السكانيه، ايه اللي تم فيها واهم التوصيات اللي خرجنا بيها؟ هو في الحقيقه النهارده طبعا يمكن الجلستين اللي هم كانوا خاصين بالقضيه السكانيه امتدوا على مدار 8 ساعات، يعني اكثر من الوقت المحدد فيهم، واتكلمنا كان عدد اكثر من حوالي 150 متحدث تحدثوا في خلال الجلستين. هناك اجماع وتوافق كامل بين جميع المشاركين اليوم من مختلف التيارات السياسيه والخبراء والمتخصصين على ان احنا فعلا بنواجه مشكله كبيره تتمثل في زياده معدلات النمو السكاني، وفي توافق كامل بين جميع المشاركين في الحوار اليوم على ان القضيه السكانيه لا تختلف على الاطلاق عن المخاطر الخاصه بالارهاب، وان تداعيات القضيه السكانيه بتلقي بظلالها على المشاكل الاقتصاديه برمتها كلها مما فيها التضخم ومعدل النمو الاقتصادي وما الى ذلك، وما تمس مشاكل التعليم وحاجات كتير جدا فيما يخص المحور المجتمعي بالكامل او المحور الاقتصادي. كثير من المتخصصين
طبعا اتفقوا على ان اسباب الزياده السكانيه اسباب ثابته ومحدده ومعروفه، وبنتكلم عنها من سنه 1965. اكثر من 10 استراتيجيات اتعملت على مدار السنين اللي فاتت، ولكن الاستراتيجيه اللي بتتعمل نفسها ما بتتنفذ. فاحنا مش محتاجين استراتيجيه جديده، احنا محتاجين ان احنا نعالجها في ضوء المستجدات اللي موجوده دلوقتي واللي احنا حاطين ايدينا عليها. احنا عندنا استراتيجيه 2030، وعندنا يعني عندنا اكتر من استراتيجيه زي ما حضرتك بتقول، ولكن زي ما كان بيقول لنا دكتور عاطف محتاجين قرارات تنفيذيه بالظبط تنفذ على ارض الواقع. طيب كل الكلام ده مهم جدا يا دكتور احمد، ولكن مش هيتم دون تفاعل المواطن. ما انا لازم اقنعه، لازم يكون مقتنع ان ده خطر. الاستيريوتايب، الصورة الذهنية الخاطئة، الثقافة الخاطئة في بعض الأماكن لازم تتغير دكتور أحمد، المتعلقة بالعزوة، المتعلقة بأنه صورة المرأة نفسها أن هي يعني مجرد التناسل، دي مشكلة لازم نحلها برضو مع المواطن نفسه عشان نقدر أن احنا نحد من هذه الأزمة. حضرتك احنا النهاردة كل الكلام ده تطابقنا بيه، وكان معانا يعني عدد كبير جدا برضو من الخبراء والمتخصصين، مش على مستوى القاهره والجيزه، لا على مستوى جميع محافظات مصر بما فيها شمال سيناء وجنوب سيناء والمنيا واسيوط. كل واحد برضه عارف ايه المشاكل الخاصه في محافظته، لان القضيه السكانيه من المشاكل اللي تم التوافق على انها لا تحل بشكل مركزي. محتاجه لا مركزيه في علاجها، بتختلف عادات وتقاليد اللي هيتنفس في الصعيد غير في الاسكندريه غير القاهره كده. اكيد بالظبط. برضو في توافق على ان لابد من التدخل التشريعي، التدخل التشريعي في تجريم الزواج في سن صغير زي 12 سنه و10 سنين، والحاجات دي بتحدث. لما بتحدث الزيجات في سن صغير بتاثر على الام وبتاثر على المولود نفسه، بيطلع برضو الخصائص الصحيه فيه ما بتبقاش متكامله، ويبقى في مشاكل صحيه بتؤثر برضه عليه وعلى الاجيال اللي هتيجي بعديه واللي بتتوارث بعديه. ففي توافق على ان لابد من التدخل التشريعي، لابد من ان دور المجلس القومي للسكان يبقى دور مستقل بعيدا عن اي وزاره وبعيدا عن اي شيء. المجلس القومي للامومه والطفوله، وكانت معظم الاقتراحات بتقول ان يخضع تبعية الجهاز المركزي، الجهاز اللي هو المركز المجلس الخاص بالسكان والمجلس الحكومة والطفولة يتبع رئيس الجمهورية حتى يولى اهتمام خاص. الكل توافق على ان لابد من توافر الإرادة السياسية، لابد من التوعية الدينية، وكان موجود معانا ممثلين من برضه موجودين من الأزهر، أفادوا ان مفيش أي مانع ديني لتنظيم الأسرة. مفيش مانع ديني، طب الكلام ده عندنا اعتقادات. لو احنا كمان عندنا يا فندم تجربه ناجحه في اكتر من مكان، عندنا في تونس، عندنا في باكستان، في باكستان مثلا لجأوا الى يعني رجال الدين على سبيل المثال. ايران حلتها عن طريق رجال الدين، ماليزيا برضه نفس النظام، تونس. فالخطاب الديني لابد ان يكون في جزء موجه برضه لمخاطر الوضع السكاني اللي اوشك على الانفجار، مخاطره علينا اقتصاديا وصحيا وتعليميا وفي جميع المجالات، يعني في تاثير واضح علينا. في برضه اتفاق بين جميع المشاركين على ان الاهتمام بالتعليم، وخصوصا ان يكون هناك ماده تدرس في خلال مراحل التعليم الاساسي. والتعليم مهم بالذات للمراه. أنا طبعا بشكرك، وهي دي النقطة اللي هتكلم مع حضرتك فيها. دكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني كان بيتكلم عنها إن التعليم مهم. التعليم مرتبط بشكل كبير جدا بالقضية السكانية، وتعليم المرأة مهم. المرأة المتعلمة بتنجب أقل، بتبقى عندها وعي أكثر بالتماسك المجتمعي. في أصبحت هناك علاقات واضحة جدا، برضو نقول إن الدراسات أثبتت هناك علاقة فعلا زي ما حضرتك بتقولي واضحة ما بين تعليم الفتيات ومعدلات المرأة بشكل عام. ما أنا مع حضرتك، علشان أنا ما تمكين المرأة كلمة فضفاضة،
ما احنا بنتكلم على قرارات تنفيذيه. ده تمكين اقتصادي. لا اقول لحضرتك حاجه، من حق الفتاه، من حق البنت والفتاه انها تكمل دراستها لغايه التعليم الاساسي. كلما زادت فرص التعليم الجامعي كلما كان الاتجاه صحيح، وفرصه تقليل الانجاب كانت احسن، كانت افضل يعني. فدي اصبحت محسومه. طب الواقع ايه؟ طبعا الواقع ان الفرص غير متساويه، ان الذكور في بعض المناطق بيكملوا والبنات ما بيكملوش، وده اللي بيخلي فيه نسبه تسرب من التعليم وفي زواج مبكر. يبقى حضرتك دلوقتي بالقانون، انا بدا حتى انا بتكلم انا من الناس المؤيده لصياغه قانون شامل للسكان، وليس قانون الزواج المبكر، وليس قانون لاعلام عماله الاطفال، وليس قانون لتنظيم الاسره، هو قانون شامل منظم لكل الاجراءات المطلوبه، وفي نفس الوقت يحدد المسؤوليات، لان القضيه السكانيه لا يمكن ابدا ادي جهه واحده مسؤوليه. وده بيخلينا نقعد نفكر هو مجلس القومي للسكان نرجعه نقويه نعمله، وده برضو من الحاجات اللي اثيرت النهارده. مجلس القومي للسكان محتاج الثلاثه العناصر اللي هي بتدي قوه لاي مؤسسه، هي المعلومات والفلوس، الدوله والقطاع والسلطة. الخاص، المواطن نفسه هنا عليه دور. هتكلم مع حضرتك عن دور المواطن، ولكن احنا عندنا تقرير هم يعني عايزين ان احنا نشغله، عاملين يقولوا لي بليز. ده تقرير عن القضيه السكانيه اللي هي طبعا واحده من اهم القضايا اللي بتؤرق الدوله المصريه. اتفضل. مما لا شك فيه ان قضيه الزياده السكانيه من اهم القضايا التي تؤرق الدوله المصريه، بل وتعد قضيه امن قومي. ويرجع ذلك إلى كونها معوقاً رئيسياً أمام التنمية في كافة المحاور. لذلك زاد حرص الدولة على إيجاد حلول جذرية للحيلولة دون تفاقم الأزمة، ولهذا جاء تخصيص لجنة لمناقشة قضية الزيادة السكانية من ضمن لجان المحور المجتمعي للدلالة على مدى محورية القضية بوصفها أحد أهم معوقات التنمية في مصر. عدة إجراءات اتخذتها الدولة المصرية، كان آخرها برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وسبقت تلك الخطوة خطوات عديدة أبرزها إطلاق استراتيجية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عام 2022 بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية للسكان. ويأمل المشاركون في الحوار الوطني الخروج بقرارات تساعد على حل مشكلة استعصى حلها لمدة 50 عاما. دكتور عاطف، يمكن لأول مرة بيتم التعامل مع هذه القضية، القضية السكانية، من منظور تنموي شامل، فكرة الارتقاء بالخصائص السكانية، صحة، تعليم، تمكين اقتصادي، فرص عمل، شايف ده ازاي؟ نشتغل عليه ازاي؟ يعني شايف ان الناس بتفهم الامثله البسيطه، والناس دلوقتي كلها دلوقتي اصبح السوشيال ميديا والتلفزيون الناس بتتفرج على العالم دلوقتي بضغط زر يعني. يعني الناس محتاجه انها تفهم هو ليه في اليابان وكوريا ودول الغرب مفيش برنامج تنظيم اسره ومفيش معاناه من المشكله السكانيه، علشان الانسان نفسه بقى واخد قراره دلوقتي. بالظبط. كل ما اتصرفت على البني ادم كويس، يعني الست الموظفة أو العاملة اليابانية بتفكر 1000 مرة قبل ما تنجب طفل، علشان تكلفته العالية. تكلفته العالية مش معناها هصرف عليه كتير بس، لا، إن أنا هضطر أرعى وهخسر من وظيفتي كتير. يعني هما بيحسبوها دلوقتي علشان جودة الحياة، أنا محتاجة أفكر كويس. وده اللي مفروض إن احنا نبدأ نشتغل بيه مع الناس اللي بتجيب أولاد أكتر. هم بيجيبوا أولاد أكتر ليه؟ عشان بيحبوا الأطفال. طب هو لما بيحب الأطفال، ما انا ممكن اشتغل على الرساله، لان دي برضو حته مهمه. احنا لا ثواني يا دكتور، هي مش كل الناس بتجيب اكتر من 3 اطفال عشان هم بيحبوا الاطفال. لا، هو حب الاطفال في اللي عايز يجيب الولد، في العزوه والثقافه العزوه. مع حضرتك يعني دليل على كده ان احنا بنشوف ده. هو بغض النظر في الارياف. انا مع حضرتك، انا مع حضرتك، بس هو برضو بيحب طفله، حتى لو كان بيجيبه وبيشغله هو بيحبه برضو. الحب ده ما بيحبش اولاده، بس مش ده السبب الرئيسي. دي ثقافه لازم تتغير. هقول لحضرتك وجهه نظري. هو بيحب طفله، يعني البواب كمثال او حرس العقار اللي بيجيب اطفال كتير علشان يلبي طلبات السكان ويكسب اكتر يعني.
هو لو فهم كويس جدا ان هناك فرص ضايعه لطفله، لما يعرف ان طفله ده ممكن يكون في يوم من الايام في مكانه مرموقه، لو جاب 2 بدل 5 هو محتاج يفهم، هو ما يعرفش. فانا عايز اقول لحضرتك حبه للاطفال، انا المفروض اشتغل في الرساله. احنا لازم نعترف ان الرساله الموجهه لهذا الجمهور هي رساله غير مؤثره لغايه دلوقتي. كانوا بيتريقوا على الحملات بتاعت حسنين ومحمدين تقريبا، بس هي جابت نتيجه على فكره. هي جابت، بس برضو علشان اذكر، ليست الرسائل لوحدها بتحقق النتائج. احنا البرنامج الناجح في وقت من الاوقات كان مكون من عده برامج فرعيه، منها الاعلام. اتفقت وزاره الصحه والسكان مع وزاره الاعلام وهيئه الاستعلامات وانتجوا هذه الرسائل اللي هي الحسنين ومحمدين وما شابه ذلك. اتعمل في جامعة عين شمس، كانت شريكة لوزارة الصحة، وعملوا مركز تدريب للأطباء والممرضات، وعملوا لا مركزية في التدريب غير مسبوق. كل المحافظات كان عندها مدربين من الأطباء الأخصائيين اللي بيدربوا الدكاترة اللي موجودين في الوحدات. الجمعيات الأهلية أخذت مشروع ضخم، فتحت فروع في حوالي يعني يمكن أكتر من 80 فرع، ورفعت أسهمها في تنظيم الأسرة في الوقت ده. بس وفي غيرها كتير، بس علشان الوقت. إنما في الآخر ممكن تقول لحضرتك هو ليه ما استمرش؟ عشان الاستدامة. عشان كده الأمم المتحدة قالت الأهداف التنمية المستدامة. معنى إيه مستدام؟ معناها إن أنا إذا كنت اعتمدت في يوم من الأيام على المعونة الأمريكية وعلى على الدعم الخارجي، أنا لازم أبدأ أتصرف إن أنا أنفذ مشروعات بالموارد المحلية. يعني أنا دلوقتي عندي موارد ولا ما عنديش موارد؟ أنا مصر غنية بالموارد البشرية. مصر عندها بنية أساسية في الصحة وفي تقديم الخدمة برضو تتباهى بيها في أفريقيا. إنما إيه اللي بيحصل؟ أنا محتاج إن أنا أستغل هذه الموارد بشكل رشيد، بشكل معقول. أنا محتاج أعمل تكامل ما بين الخدمة. حضرتك تتخيلي إن في وحدة صحية جواها عيادة تنظيم أسرة، منفصلة عن عيادة تطعيمات، منفصلة عن عيادة رعاية الحمل، منفصلة عن عيادة. أنا بروح الوحدات الصحية. أنا بقول لحضرتك وبشوف ده. طب نرجع لموضوع الناس. الناس أغير من سلوك الناس إزاي في قراراتهم الإنجابية؟ أبدأ إزاي؟ يعني نشتغل منين؟ أنا هقول لحضرتك، إحنا شفنا جهود الفترة اللي فاتت، شفنا فرص عمل، شفنا كان في تعليم، تمكين اقتصادي. أبدأ منين علشان أغير من هذا الفكر؟ احنا عندنا تجارب ناجحه، عندنا الصين بادئه من الستينات واشتغل يعني ونجحت. عندنا زي ما دكتور احمد كان بيقول لنا بعض الدول زي باكستان، ماليزيا، ايران استخدموا رجال الدين. كل دوله كان لها تجربه فريده. انا اعمل ايه بقى؟ سؤال يعني سؤال عميق. يعني انا اعمل ايه؟ هو انا فعلا دلوقتي انا بعمل، انا مجرد ان انا اجود اللي انا بعمله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان جميع الادوات التي نجحت خارج البلاد انا نفذتها، بس في بعض الاحيان لم استمر فيها، ما عدا الصين. الصين استخدمت حواف السلبيه او قهر علشان تتجنب مزيد انجاب مزيد من الاطفال. انما في المقابل لازم ابص على تايوان، بلد صغير حوالي 30 مليون نسمه بالتنميه فقط، والصين ونفس الكالتشر نفس الظروف نجحوا في الوصول بمعدل الانجاب الى رقم افضل من الصين. انا بدي مثال. انا مش مع الحواف السلبيه بالمناسبه، يعني والترهيب والكلام ده كله، يعني تجارب دي تجارب، بس يعني مش كلنا متفقين معاك. حضرتك دلوقتي عايز يعني انا دلوقتي التعليم لازم ياخد حقه شويه، يعني لازم استثمر في التعليم بحيث ان التعليم الاساسي، المدارس لازم جميعها تكون مفتوحه ويبقى فيه زي رسائل كده، ولازم اهتم مباشره وغير مباشره للطالب. يعني انا في اكتر من حصه بخطوره الانجاب الكتير. أنا ده لازم صحيح وده اروح معتذر، لازم اروح لاراء الشارع، شوف بقى الشارع طبعاً بيقول ايه، ان الشارع المصري ازاي بيتفاعل مع الحوار الوطني وعدد من هذه القضايا، ونسمع مقترحات. ده صحيح، ده صحيح. مش عايزين نتكلم عن الناس وتفاعل الناس، عايزين نسمع الناس بقى. هو بالنسبه طبعا للحوار الوطني، يعني بالظبط كده تجربه، يعني فعلا كانت المفروض تتعمل من فتره، يعني لان سماع راي الشعب بجميع الطوائف وجميع النوعيات مساله بتبقى مجديه، لان بنوصل لحقيقه المشكله. هو اولا انا متابع في جلسات الحوار الوطني نظره الدوله للمستثمرين والاستثمار بشكل عام،
واهم حاجه استهدفتها جلسات الحوار الوطني، اللي هو ازاي ان احنا كدوله نعمل المعادله الصعبه في ان احنا نيسر كل العقبات ونذلل كل الاشياء اللي بتقابل اي مستثمر في الوقت الحالي، سواء قوانين او اجراءات نسهلها في رؤيه جديده، رؤيه مصر 2030، ان احنا ننهض بالاقتصاد المصري ونكون على مشارف القائمه بتاعه العالم في الاستثمار والاقتصاد العالمي. الحوار الوطني كان على قدر كبير جدا من الديمقراطيه ومساحه كبيره معطاه لكل الحاضرين انه يتحدثوا بمنتهى الحريه، وكل شخص من الحاضرين ادلى بدلوه وتم الاستماع بشكل جيد وشكل محترم. وكان هناك توصيه لتحقيق الماده 53 من باب الثالث من الدستور سنه 2004، دستور 2014، في باب الحقوق والحريات في الفقره الاخيره منه، وهو انشاء مفوضيه مكافحه التمييز حتى نصل الى مجتمع خالي من التمييز وخالي من العنصريه، سواء كان عنصريه دينيه او عنصريه عقائديه او حتى عنصريه بسبب اللون او الجنس او العرق. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. منذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تابعت عن كثب وباهتمام باهي الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكدا على حضراتكم جميعا بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمة سواء. دكتور عاطف، احنا كنا بنتكلم قبل التقرير عن انه هناك بعض الدول اللي قدمت يعني حوافز سلبية، ولكن بعض الدول الاخرى اللي قدمت حوافز ايجابية ونجحت اكتر، زي ماليزيا على سبيل المثال، تايوان على سبيل المثال. طيب احنا هنا في مصر لسه من كام شهر يعني قريبين الحكومة اطلقت برامج مالية تحفيزية للسيدة اللي هتلتزم بطفلين، وشفنا كان في استجابة صراحة رائعة من السيدات ومن الرجالة كمان، يعني شفنا ساعتها تعليقات واستجابة على هذه البرامج. من ضمن المقترحات، هل حضرتك طبعا طبيعتها النهارده، هل ده هيتكرر الفتره الجايه؟ هل ممكن نشوف حوافز ايجابيه اخرى، مش شرط انها تكون ماليه، ممكن يعني حوافز ثانيه؟ انا برضو يعني انا ما خرجش على الموضوع، بس عايز اقول لحضرتك كان وجود الجمعيات والاحزاب كانت تجربه جديده بالنسبه لي. انا راجل قعدت يعني فتره طويله في حياتي في الحكومه بنفكر مع بعض مع الحكوميين، انما اكيد تطرقتوا لده لموضوع الحوافز. لا يمكن ابدا اكون مبالغ لو قلت لك الكل متفق على الحوافز، بل بالعكس، اذا كان هناك من يتفق مع الحوافز فهناك من يتحفظ على الحوافز خوفا على حقوق المراه. بمعنى وده محترم إيه؟ محترم بمعنى إيه؟ بمعنى ان انا ما هو دي عايزه بقى ايه كده علشان اقدر اوصل الفكره. يعني انا لو انا اسره يعني عايز اجيب الطفل الثالث، انا عايز اجيب الطفل الثالث، وبعدين انا معيش فلوس، الغني بيعرف يجيب الطفل الثالث، الفقير مش هيجيب الثالث علشان الحافز. حقوق الانسان يقول لك لا انت كده ظلم، انت حقق العدل، دي وجهه نظر، انما احنا محتاجين نقصوا على نفسنا احنا كشعب، يعني محتاجين بعض الاجراءات التي يعني انا اجيب هحيد تاني على الكلمه اللي هو ايه، أنا لا أميل إلى استخدام أسلوب واحد أو تدخل واحد. طيب. يعني الحوافز مع جودة الخدمة مع التعليم مع محو الأمية مع القوانين والتشريعات، أنا أرفع قبعة وأقول لحضرتك هذا البرنامج متكامل، مشروع متكامل، حضرتك مع المشروع المتكامل، إنما الحوافز لوحدها لا تكفي طبعا،
لا اكيد تكفي. الحوافز لوحدها يا فندم لا تكفي، ما هو ده عامل اكيد مساعد. يعني انا 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 هقول لحضرتك حاجه، عندك برنامج تكافل وكرامه، برنامج تكافل دعم نقدي مشروط. مشروط بايه؟ بان السيده واطفالها الصغار يروح الوحده الصحيه عشان يتلقوا خدمات تطعيمات وتنظيم الاسره وغيرها. عندنا حياه كريمه دي ساعدت تنظيم الاسره وتمكين الاقتصاد، في نفس الوقت كم استثمارات في البنيه الاساسيه وفي التنميه البشريه هنعتقد ان احنا هنجني ثماره بعدين. يعني تكافل انا عايز اقول لك ده نوع من انواع التحفيز، يعني انا هديك فلوس كل شهر بس الست تروح لتنظيم الاسره، وبعدين انا ما بديش حافز هناك في تكافل وكرامه اكتر من اتنين. يعني الفكره جديده والفكره ممكن تساعد الاسر الفقيره على انها تغير سلوكها الانجابي شويه. دكتور عاطف حضرتك مقرر سابق للمجلس القومي للسكان، لديك باع طويل جدا في هذا المجال. تمام. ولديك خبرات طويله جدا في هذا المجال. النهارده وخلال الجلسات وخلال المقترحات خلال التوصيات، ايه اللي لفت انتباه حضرتك؟ يعني الفكره اللي شدتك قلت لا يعني دي هيبقى ليها على الارض ومع الاسره وطبيعه الاسره المصريه، لا هتجيب نتيجه. حضرتك الامور بقت دلوقتي بسيطه ومفهومه، الاجراءات دلوقتي كل الناس دلوقتي متفقه على ان التنميه اللي بتتم، جهود التنميه اللي بتتم هيكون لها اثر بس بعد فتره، انما في الوتر الحالي الفكره الجديده اللي انا حاسس فيها ان هو لابد من اتخاذ اجراءات عاجله سهله تنفيذها، يعني عاجله بمعنى ان انا دلوقتي يعني هقول لحضرتك حاجه، انا عايز دلوقتي لما اجي احسب ان الطلب على خدمات تنظيم الاسره بين السيدات المصريات يصل 80%، الرقم ده عالي وملفت للنظر. 80% حضرتك من السيدات عايزين تنظيم الاسره، معناها ايه؟ اوفر خدمات تنظيم الاسره بشكل جيد للسيدات، هقدر احل المشكله معدل الاستخدام عندي بـ 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 بهذا الاجراء البسيط. في نفس الوقت النهارده اثير موضوع الاطباء، عندنا نقص في عدد الاطباء والاطباء بيميلوا الى الهجره في الوقت الحالي، مطلوب برضو من الحاجات العاجله اللي انا سعدت ان انا اسمعها ان مطلوب حزمه اجراءات تحفيزيه للاطباء حتى يعني يتقبلوا العمل داخل وزارة الصحة وحتى يتقبلوا العمل في المناطق النائية. صحيح. انا بدي حضرتك اللي لفت انتباه حضرتك يعني هي اجراءات كلها يعني علشان برضو الناس تفهم، هو في طلب داخل المجتمع لازم انا انميه طلب على خدمات تنظيم الأسرة، وفي المقابل الحكومة والقطاع الخاص يقدموا خدمات تنظيم الأسرة. من المهم دلوقتي ان انا اتعامل مع خدمات تنظيم الأسرة بشكل مختلف شويه. في نقطه مهمه جدا على عموم، هو اصلا يعني مشروع تنظيم الاسره لا ينظر اليه بانه مشروع صحه فقط، لا ده مشروع استثماري. يعني انا لما اصرف جنيه انا هيرجع لي 155، اتحسبت كده 155 جنيه، فليه عوائد كتيره جدا. هذه القضيه قضيه السكان هي قضيه امن قومي، قضيه التعليم قبل الجميع اللي احنا ناقشناها في اول فقره ايضا قضيه امن قومي، محتاجين خطط واضحه، محتاجين زي ما حضرتك ذكرت قرارات ناجزه وسريعه، الناس عايزه تشوف حلول على ارض الواقع، لانه التشريعات والقوانين كل الكلام ده هياخد وقت، فاللي احنا محتاجينه السرعه في التنفيذ، خطه عمل واضحه علشان نقدر ان احنا فعلا نطور من التعليم، نطور من المناهج، الطالب المعلم، والقضيه السكانيه تفاعل المواطن فيها انا بشوفه انه ده الحلقه الاهم. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، ويعني دائما بتكون ضيف يعني لا اتمنى بنسعد بوجودك. انا اتمنى ان هو ان الحوار الوطني يكون فرصه فعلا للحركه بشكل اسرع يعني. صحيح. وده اللي هيتم. نقطه مهمه اعتقد ان انا سريع. محتاج ان انا اقول لحضرتك بس تسريها في وقت اخر، اللي هو المجلس القومي للسكان نحتفظ بيه كده ولا نديله سلطه؟ من يدير البرنامج؟ من يدير الملف؟ قضايا كلها اثيرت وتحتاج الى نقاش للوصول الى قرار سليم. اكيد يا فندم، اكيد ده ايضا ملف مهم جدا، واكيد يعني هيتم مناقشته، احنا لسه الحوار الوطني طويل يعني. دكتور عاطف الشيطاني المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، بشكرك يا فندم على وجودك معنا وعلى هذا الحوار. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، كنت مع حضراتكم انا خلود زهران، بكره باذن الله حلقه جديده ونقاش ايضا مهم حول جلسات الحوار الوطني غدا باذن الله.